هذا عيد، هذا عار، وليداتنا في خطر. يا مسكر هادشي ماشي معقول. بابا هو هنيتوهم لا فينا الهومة. احنا خرجنا اليوم باش نصعدوا واحد الوقفه كنا درنا تقريبا هذه واحد 15 يوم، واليوم قررنا نديروا التصعيد لان المطالب اللي كنا حطينا لهم تقريبا هذه واحد 15 يوم ما لقاتش واحد تلبيه ديال المطالب ديالنا. لهذا اليوم خرجوا هاد الناس تيندوا بالقرار ديال الحكومه، قرار ديال رئيس الحكومه السي العثماني اللي تيقول لك ما كاين لا حفلات الاعراس ضاربا بعرض الحائط هاد المعاناه ديال هاد الناس ديال هاد القطاع من نقافات وموسيقيين وممولي الحفلات ومصورين واصحاب الفولكلور الى ما غير ذلك. يعني واحد النسبه كثيره اللي خدامه في هاد القطاع تيخدموا معنا الشيفورات، يخدموا معنا الطيابات، يخدموا معنا بزاف ديال الشرائح الاجتماعيه. هاد الناس ضرات بزاف تقريبا واحد 7 شهور دابا، التزمات بالحجر، التزمات بالتعاليم ديال الحكومه ديال سيدنا الله ينصرو، وطبقنا الحجر الصحي ولكن ما لقيناش واحد المسانده من الدوله ولا من الحكومه، لان هذا القطاع تيبقى هو المصدر الوحيد ديال هذه الفئه العريضه من الشعب المغربي. هاد الناس متضررين بزاف صراحة، ملي تجي تتشوف تتلقى هاد الناس ساكن تبعهم الكرا، تبعهم الماء والضوء، تبعهم الضرائب، يعني ما عطاوناش شي ظرف ديال شي تخفيف ولا غير شي وعد بالخدمة. تيقول لك حفلات إلى أجل غير مسمى، هاد القطاع يحتضر هاد الناس صافي عياو صبروا 7 شهور تقريبا هما صابرين. اللي عندهم كاين اللي باع حوايجو، كاين اللي باع الآلات ديالو، كاين اللي باع الماريو بيبيعوا الناس باعوا الثلاجات ديالهم، باعوا مابقاوش لقاو ما ياكلوا. هاد الناس صافي وصل السيل والذوبه كما تيقولوا. لذا قررنا باش ديما نصعدوا من الوقفه، وغادي نبقاو نصعدوا من الوقفه الى غايه تلبيه هاد المطالب ديالنا. معطوف عبد العزيز فنان موسيقي متضرر حاصل على بطاقه الفنان اللي عطاتني الدوله، ما استفدت منها بتا حاجه، انا قانوني وما استفدت من حاجه. المهم كانت الوقفه الاحتجاجيه الاولى، انا غير استقبلنا السيد العامل، ما استقبلناش، استقبلنا غير شي ممثل ديال السلطه، عطيناهم ميل في المطلب ديالنا. ما فيش بزاف، فيه غير ثلاثه الحويجات ساهلين، ما شلنا حتى حاجه، تسنينا 20 يوم ما حتى واحد ما هضر معانا. دابا درنا هذه المسيره الاحتجاجيه هذه، راه الناس تكرفسات، وراه الناس تكرفسات عباد الله، وزادوا كملوا الناس عايشت مع الوباء، زادوا كملوا هذا مليار 400 مليون، وراه عفايق الهبيل على ضرب الحجر. ما كانش عليهم يصرحوا بالمليار و400 مليون، دونك راه كاين الفلوس في المغرب. ملي ولات مليار و400 مليون راه كاين الفلوس في المغرب. ديروا للناس شي حل، كاين بزاف ديال الحلول. كارطة ديال الإنعاش كيستافدوا منهم عباد الله، كيضربوا في الزناقي. كيستافدوا من كارطة ديال الإنعاش ب 1500 درهم. أعطيهم هاد الناس غير حل ترقيعي، 1500 درهم في الشهر غيسد واحد الخصاص غير شوية. راه الناس اللي قضوا الحفلات على سرقي اللي قال السيد رئيس الحكومه اللي كنوجه ليه من المنبر هذا، اللي قال لهم قطاع غير مهيكل، ولا السيد راه كيخلق في الحياه العامه حتى هو كيساهم فيها، كيساهم في الاقتصاد ديال البلاد، راه عرى لك واقعه كورونا، شو شحال ديال عباد الله، كنتي عارف هاد الناس هادو؟ ما كنتيش عارفهم، راه المغرب كله 40 مليون نسمه، شو شحال خرجت منها؟ 3 مليون اللي كانت ساكته هذه عايشه. الناس كارهه داك شحال من واحد حيدوا ليه الورقه ديال حيدوا ليه العداد ديال الكهرباء، العداد ديال الماء، الكرا الناس بالافراغ. دابا الا بغيتي نوريك واحد الوثائق كدابا اللي عند المفوض القضائي، راه الناس راه خارجه، راه الناس كتفكر في واحد الحل اللي هو بسيط، يديروا معاهم شي سلف بدون فائده، نخلصوا على مده 60 7 سنين حتى يفرج الله. كاين بزاف عطيونا كارطات ديال الانعاش نستافدوا. راه حنا دابا راه كما كتشوف الاخوه هنا ممثل من السيد العامل، قال لك باش تدخل عند السيد العامل، حنا راه كنرفضوا. الا كان استقبلنا السيد العامل شخصيا راه حنا غندخلوا لحقاش مشينا، ولا ما كانش استقبلنا راه غنبقاو هنايا. راه خدينا جميع اشكال النضال، اولا الوقفه احتجاجيه، ثانيا مسيره، ثالثا غندخلوا في اعتصام مفتوح.
ما عدوش النهايه، جالسين غندخلوا فيه. وكنتمنى صوتنا يوصل، وكنتمنى من جلاله الملك ياخذ بهذا الملف هذا المطلبي هذا ديال المتضرر ديال المغرب كله اللي هما بزاف راه مساكر مضر الله يكون في العوان. ووزاره الثقافه هي تشوف الحل للناس المساكين واعاده هيكله هذا القطاع هذا اللي قلتوا غير مهيكل. فعلا راه عرفنا راسنا ما مهيكلنيش، انا اللي مهيكل اش مستافد انا؟ السلام عليكم. حنا جينا على حقوقنا، حنا النقافات حقوقنا ضايعين، موسيقيين، طريطورات، كل شيء، لعابات، كل شيء. هاد المهنه كياكل منها سربايه، كل شيء هاد المهنه كياكل منها. كارين محلاتنا، امال المحلات داعيننا، وليداتنا ما صابوا باش يقراو. هاد المهنه تهمشت، هاد المهنه تهمشت بزاف بزاف بزاف. ما عندناش فيها حقوق والو، ما داروا معنا التحل. شكينا شكينا، عاودنا، ما داروا معنا تحل. لعابات، نقافات، طريطورات، المسعين مطرطرين، كل شيء، لا طريطورات لا طريطورين، كل شيء مهمش. كل شيء، هذه المهنه تهمشت بزاف، هذه المهنه تهمشت بزاف. كنطلبوا من سيدنا، وكنطلبوا من الحكومه، وكنطلبوا من العامل يشوف فينا ويشوف هذا الحال ديالنا. وليداتنا في خطر، واكلين معنا عائلاتنا في خطر، واكلين معنا الناس، كل شيء خدام معنا. هذه المهنه تهمشت بزاف، هاد المهنه تهمشت بزاف. الله يرحم الوالدين، ديروا معنا حل. الله يرحم من قراكم، ديروا معنا حل. الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من حالنا. الله يرحم الوالدين، واش ولادنا يمشيو يمخرو؟ واش وليداتنا يمشيو يكريسيو؟ هاد الشيء راه عطانا الكريساج، هاد الشيء راه عطانا المخره. الله يرحم لكم الوالدين، ديروا معنا حل. الله يرحم لكم الوالدين، الدم ما شديناه، حاجه ما شدينا، وليداتنا ما صابوا باش يقراو. الله يرحم لكم الوالدين، الكرام واليه واقفين علينا، المصاريف واقفه علينا. الله يرحم لكم الوالدين. هاد المهنه من الاول حتى الاخر، هاد المهنه تهمشت بزاف. هاد المهنه راه واكلين معانا ناس كتار، راه واكلين معانا مساكين. رحنا ما كناكلوش على بوحدنا، رحنا كناكلو حنا والمساكين. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من حالنا. والله يرحم من قراكم، والله يرحم من قراكم، شوفوا من حال هاد الناس، شوفوا هاد الناس كلهم، كل شيء، هاد الشيء دقايقية، طريطور، نقافة، مصور، كل هاد المهنة، كلها هاد المهنة حابسة. هاد الناس اش ياكلوا؟ كاين محلات بالثمن، مالي المحلات دعاونا، كنديروا لهاد الشيء، فين نمشيو؟ اش نديروا؟ عطيتونا شي خدمة، وظفوا لنا وليداتنا، وما نهضروش.